احمد، احنا وضحنا في الحته دي كتير جدا، ولكن الاجمل فيها ان طول الوقت بنرد بنادي الزمالك بلعيبه الزمالك، ما بيكونش كلامنا مرسل. سهل جدا نطلع نقول لكم كلام مرسل، احنا ما بنعملش ده. هنشوف فيديو مهم جدا لكابتن بشير التبعي وهو بيرصد بدقه الوضع المادي لنادي الزمالك في هذه الفتره. نشوف الفيديو ونرجع نعقب. السنة دي مستر هنري ميشيل طبعا ممدوح عباس كان كل يوم يجيب لعيب، ماشي. يعني النادي الاهلي مثلا بيتكلم على كريم خطاب، هو ما بيسالش المدرب عايز ايه، ممدوح عباس الاهلي يدفع 6 لا يروح يدفع 8 9 ويجيبه، ابعت على فرنسا على طول، ماشي. ابعت على فرنسا على طول المعسكر، ماشي. الراجل اتجنن، الراجل ساب المعسكر في فرنسا عشان كده، مش عشان حاجه. هو ده السبب؟ طبعا. واي حد يقول غير كده كذاب، لان يامن انت عارف يامن بن ذكري بيتكلم فرنساوي. جابوا له كريم، جابوا له فتح الله، جابوا له كريم ذكري وبشير التبعي، هذا ثلاثة في الحتة دي. مش عارف الصفت كان موجود قبلها ولا كان لسه جايبينه. دول في الحتة بتاعتي، ماشي. غير الحتة التانية كتير، وقال لك في لعيبة كتير انا ما كنتش عايزها برضه فرضينهم عليا، زي بالظبط كده ما احنا واحنا هناك فرنسا بعتوا كنسلوا عقد وائل قباني ومحمود محمود رجعوهم من فرنسا بعد ما خلاص يعني الناس متأيدة وكل ده هيبقى زي الفل، عايزين يستغنوا عنهم يعني. مش قرار الراجل، ماشي. قرارهم هنا. اما كانوا بيعملوا حاجات غريبة ضد رغبة الراجل خالص، عشان كده الراجل هرب. بالظبط كده، الراجل يعني ما هربش، الراجل مش جاي. انا قصدي الراجل مشي يعني. هم طلعوا على الراجل ان الراجل بقى جاي له المغرب ومش جاي له فين ومش جاي له فين والكلام ده كله. وانه في فلوس وهو طمع في فلوس اكتر. لا ممدوح عباس كان بيدي اي حد فلوس زي ما هو عايز، لو تفتكر الفتره دي ممدوح عباس اي حد عايز فلوس كان بيديله زي ما هو عايز، بدليل اي لعيب فتح الله ده النادي الاهلي يعني كان هيموت عليه في المحله ومبلغ ومش قال له خلاص خلصوا فتح الله، وفتح الله طلع انا اهلاوي. ممدوح عباس بعدها بشويه راح خلص الصفقه باكتر من فلوس النادي الاهلي، وفتح الله جه نادي الزمالك عادي جدا يعني. يعني هو فتح الله اهلاوي؟ لا يعني مش اقصد كده، عشان كده اي لعيب كان عايز فلوس كان بياخد من نادي الزمالك في الفتره دي، اي لاعب ممدوح عباس كان بيرتقي ان هو الزمالك محتاجه او النادي الاهلي كلمه كان بيجيبه بالقيمه الماليه اللي هو عايزها. شفنا ده مع لاعبين كتير جدا، مصطفى جعفر، عمرو زكي، محمود فتح الله وغيرهم من اللاعبين، كان في استقطاب وقوه شرائيه كبيره للاعبين في نادي الزمالك في الفتره دي، وشرحنا لكم قبل كده ازاي وكاله الاهرام لم يكن لها اي دور. والفكره ان نادي الزمالك لما شاف ان في مظلوميه عليه او بدافع من وكاله الاهرام وحاول ياخد مع راعي تاني بعيدا عن وكاله الاهرام، ازاي حقق رقم هزيل جدا تسويقيا. كابتن اسامه حسن عنده مشكله مختلفه تماما، هو حابب ياخذ دور مثير الجدل وكانه حته كابتن خالد الغندور. وهو قال يا احمد لفيديو سابق كان بيتكلم فيه ان هو مباراة الكاس الشهيرة بتاعت 4-3 لها أثر نفسي كبير جدا جواه. هو قال اليوم ده أنا فضلت في صدمة لمدة يومين، ما غيرتش الشورت والتيشيرت، كان عندي مشكلة، قلت إمتى هنكسب النادي الأهلي؟ بنسجل 3 بيجيب 4، أنت عشان تكسب النادي الأهلي محتاج تسجل 6 أهداف. وظلت الفكرة دي جوه دماغ كابتن أسامة حسن يعبر عنها فيما بعد بحاجات غير منطقية بالمرة. قوة الزمالك الشرائية كانت حاضرة في الفترة دي، ولكن اللي ما كانش حاضر هو ترابط النادي الأهلي، طريقة إدارة النادي الأهلي، إخلاص وحب ونجوم النادي الأهلي اللي مستحيل لاعب يقول على لاعب فيهم فرز تاني أو فرز أول. يا كابتن أسامة، هو كمان مش بس مباراة 4-3، ربما الأستاذ الكابتن أسامة كمان كان لاعب في النادي الأهلي ولكن ما لقاش مكان له في النادي الأهلي طبعا، فربما الحاجات دي بتسبب امور نفسيه صعبه جدا، فما بالك كمان لما تحاول ان انت تثبت بقى ان انت اكفأ وان انت وصلت المكان اكفأ وتسجل 3 اهداف فتستقبل 4 اهداف.